يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كثير ما يروي الإمام محمد بن جرير رحمه الله بسنده عن ابن عباس عن طريق عطية العوفي، فهل تكون هذه الرواية ضعيفة أيضا؟ كثير منه ما يروي الإمام محمد بن جرير بسنده إلى ابن عباس. كذلك محمد بن جرير رحمه الله يذكر السند، إذا ذكر السند خرج من العهدة، وعلى من أراد أن يعتمد على هذا الحديث أن يدرس سنده أولا ويتأكد منه. نعم.